ومتابعة لأخبار الكورونا في البحرين، ننقل لكم هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة الصحة الآن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا كوفيد-19 لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في المملكة، مؤكدة الوزارة بأنها تقوم بإجراءات الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات 9 الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة، وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. وأوضحت وزارة الصحة بأن الحالات 9 هي ل4 مواطنات قادمات من إيران عبر الشارقة، و3 مواطنين 2 منهم قادمان من إيران عبر الشارقة، و1 عبر دبي، إلى جانب مواطنتين سعوديتين قادمتين من إيران عبر الشارقة. مؤكدة أن كافة الحالات الجديدة يخضعون وجميع الحالات المصابة سابقا لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم في الفيروس. ونوهت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة. ولفتت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.